نعم، الدرس الذي نتعلمه في هذا اليوم من الماضي، مهما اشتدت المحنة ومهما عظمت المصيبة ومهما تكالب علينا من بأقطارها، فإن بشرى الأمل مع ذلك صن والصن، فإن الأمل الانتصار والغلبة هو ماثر أمام أعيننا، وهو مع المحنة ومع الانكسار سواء. ومشهد آخر نستحضره الآن من هذا الماضي، صلح الحديبية بكل المعايير والمقاييس. في ذاك الوقت حينما قبل النبي عليه الصلاة والسلام بشروط المشركين في صلح الحديبية وهو يفاوضه سهيل بن عمرو، كل الناس قالوا قبل محمد بشروط هزيمة صلوات ربي وسلامه عليه، قبل بشروط مجحفة، بل إن الصحابة أصحابه الذين ناصروه وأيدوه وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس في نصرته وحمايته، في ذاك المشهد اضطربوا. ويأتي عمر رضي الله تعالى عنه يقول: ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ أولسنا المسلمون؟ أوليس الكفار؟ فلما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ أسماها عمر بنية. لما نعطي الدنية في ديننا يا رسول الله؟ فيقول: إني رسول الله ولن يضيعني. وأمرهم بأن يحلقوا ويذبحوا فامتنعوا، فكان يقول يأتي ليكلمهم فيذهب إلى الجانب الآخر من الشجرة، الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان، فيقول: ما بال الشق الآخر من الشجرة لا يكلمني؟ والله إني رسول الله ولن يضيعني. فأشارت أم سلمة قالت: قم يا رسول الله فاحلق وانحر، فإنهم أصحابك، فإذا رأوك فعلت فعلوا. فلما رأوا نبيهم يحلق وينحر قاموا جميعا يحلق بعضهم لبعض، كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الألم. هم لم يوافقوا على هذا الصلح، لم يرضوا به، وما سار ركبهم خطوات إلا وأنزل الله في هذا الصلح الذي رآه الكل، المشركون والمسلمون رأوه أنه قبول بالدنية، ورأوه أنه نوع من الانسحاب والتراجع أمام الضغط الشركي، إذا بالمولى عز وجل ينزل قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأسماه فتحا. يقول الشعبي رحمه الله: ما كان فتح أعظم من فتح الحديبية، ما كان فتح أعظم من فتح الحديبية، فتح الفتح المبين وكان مكة من بعد الحديبية، وغفر للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأطعم الناس من نخيل خيبر، وكانت بيعة الرضوان رضي الله فيها عن المؤمنين من اشترك فيها وبايع تحت الشجرة. إنه فتح مبين. انظروا الظاهر وانظروا الباطن، وانظروا كيف تأتي البشرى مع المحنة. وهذا يجب أن لا يغيب عن أذهاننا أبدا يا عباد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه خباب بن الأرت وهو متوسد عند الكعبة، وخباب قد ذاب لحم ظهره من شدة العذاب، يقول: يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فيقول: يا خباب، إن من كان قبلكم كان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يرده ذلك عن دين الله شيئا. يا خباب، كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيخد له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه حتى يكون نصفين، ما يرجعه ذلك عن دين الله شيئا. هنا البشارة وقت المحنة وقت الألم. يا خباب، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وأقولها الآن رغم محننا، رغم آلامنا، رغم أحزاننا، رغم انكساراتنا، والله ليتمن الله هذا الأمر بعز عزيز أو بذل ذليل، والله لي
خيرية الأمة قادمة، وعز الأمة قادم، وقيادة الأمة قادمة، ولا خلاص للبشرية إلا في سفينة هذه الأمة، فهي سفينة النجاة وسفينة الخلاص لكل بني الإنسان، تنجيهم من قلقهم، من صراعاتهم، من تنازعهم، من المادية التي قتلتهم ودفنتهم، وهم أكرم مخلوقات الله، ولكن على أن يؤدي أبناء هذه الأمة الرسالة. كما قلت، نحن لا نرجع لكي نعيش في الماضي، بل نأتي للماضي لكي يعيش بيننا، من أجل أن نصنع التاريخ وفق مقاييسه بنفس الأدوات والوسائل والبذر والصفات والنعوت والأخلاق. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المئين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين.